فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول، امرأة تقول: أنا امرأة اعتمرت عن عمي الذي توفي وهو لم يتزوج وهو كبير في السن. تقول امرأة اعتمرت عن عم أنا امرأة اعتمرت عن عمي الذي قد توفي وهو لم يتزوج وهو كبير في السن ولم يعتمر في حياته أبدا، واعتمر ابني عن أبي وهو متوفى أيضا وعنده أبناء لكنهم لم يحسنوا إليه. سؤالها: هل فعلي هذا صحيح حيث إني قدمت عمي على أبي في العمرة؟ لا بأس بذلك، إذا كان أبوك قد اعتمر الفريضة وأنت اعتمرت عنه نافلة، وجعلت ولدك اعتمر عنه نافلة، وأما الجد لم يعتمر الفريضة واعتمرت أنت عنه قدمتيه، لا مانع، لأن الفريضة مقدمة على النافلة. نعم.